السلام عليكم. اليوم القصة مختلفة. اليوم القصة عن أطفال البوبجي. من يجيك طفل ويطرقم أمه ويطرقم أخته على مود شعبية مال بوبجي، هنا راح عقلك يوقف وما راح تدخل القصة ببالك، بس من راح تسمعها للأخير راح تستوعب الكلام اللي راح نحكيه. بس قبل ما نحكي بالقصة، أتمنى تخلي لايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس وتوصل هاي الحلقة أكثر من 20,000 لايك، لأن هاي القصة مهمة واللايك تدعمني بيه وعلى مود غيرك يشوف الفيديو وينطر رأيه وياخذ عبره وياخذ حذره. طبعا طبيتي يا ولد من العالمي، وطلع هذا الولد صغيرون كلش صغيرون، واول ما طبيتيه قال لي عم طيني شعبيه، والله العظيم بهاي اللهجه عم طيني شعبيه. قلت له شو تسوي بالشعبيه؟ قال اريد دراجات اصعد حسابي. قلت خلنا اختبر هذا الطفل ايش راح يطيني على مود ياخذ شعبيه. واول سؤال سالته قلت له حبيبي انطيني اسم ابوك وانطيك دراجة، تعرفون الدراجة شي بسيط. قال انا ابن فلان. قلت له خوش. قلت له انطيني اسم امك وانطيك دراجة. والله العظيم مو قصتي اضحك على الطفل او اسحب كلامه او تقول اطفال تتقشمر، بس انا اكو هدف ببالي اريد اوصل له. طبعا قلت له اعطيني اسم امك وانطيك دراجة. فقبل وانطاني اسم امه وانطاني يا محافظ هو. اوكي، فاني بذيك الساعة والله العظيم ضجت وانقهرت وطلعت روحي، ظليت محتار شو جاوب هذا الطفل. وتعرفون ايش قلت له؟ قلت له حبيبي يعني هسه انت اذا اجى شخص وطلب منك رقم امك وطلب من عندك رقم اختك وقال لك انت وين ساكن ويبقى يضحك عليك وتاخذ من عنده شدات وشعبية، مو عيب؟ يعني هسه انت مو طفيل وتفتهيم، ولو ما عقلك يشتغل ما جاي تلعب اللعبة، واللعبة كلها يعني رمي وتحديات وكذا، شلون؟ قال انت شنو ابوي ام تحاسبني؟ هيش من دينك باع اول غلطة، هيش من دينك، هيش من عرضك. قام يغلط ويفشر. والله العظيم يا اخواني هو بعمر الورود، والله العظيم صغيرون، والله العظيم صغيرون. وهذا نرجع ونقول عدم المراقبة من الاهل. وبهاي الساعة انا كلش كرهت نفسي او ضجت، وحبيت اوجه رسالة من خلال قصة هذا الطفل لهنا او ناسنا. طبعا عتبي رقم واحد على الاب. الاب من حقك تشتري موبايل لابنك، ومن حقك تدلل ابنك، ومن حقك ابنك الصغيرون يكون فرحان، بس فرحان باوقات، فرحان انت تكون قدام عينه، انت تكون بصفة قاعد على مود ميسه وشي غلط ما يقدر يعني انت ويخاف من عندك. والاب لازم يحاسب ابنه، لازم يحاسب ابنه بهذا العمر، لان هذا العمر اذا ما حاسبته راح ينحرف وراح كل شيء يسوي. دير بالك تنطي مجال لابنك، مفروض انت هسه تقعد يم ابنك وتسولف وياه وتعلم الصح من الغلط وما شجعه. اليوم عندنا مع الاسف اباء يجيب موبايل لابنه وعاف ابنه كل شيء يسوي، هو ملتهي بهم بالموبايل وما يفكر ابنه وين راح وين اجى. وتعرفون هسه ما شاء الله عندنا اطفال دايحه بالشوارع يدخن سجاير ويغلط ويفشر ويسب ويكفر ويشرح لك ليله العرس وكل شيء يسوي، كل شيء يسوي دايح بالشارع. شنو دايح؟ ينام على الرصيف مع الاسف، ويرجع عند اهل واهل ناس معروفين، وخلي يضرب له واحد او يضربه واحد تطلع وراه 100 واحد ابننا، وهذا قمه الاخلاق والتربيه وهو مدايحه بالشارع. مع كل الاسف اليوم على هذا الكلام. والعتب الثاني على الام. الام صح على عين وراسي طبخ وكنس وغسل وعائله كلها براسك، بس من وقتك لو يوميه ربع ساعه اراقب ابني شو يسوي، وين يروح، شي راسل، وين يطب، شنو كلامه، شنو منطقه. اذا ما تربون ابنكم بالزغر والله العظيم والله العظيم والله العظيم الطفل راح ينحرف وراح كل شيء يسوي، وراح يظل يدخن سجاير ويظل راح كل شيء يسوي بسبب عدم المراقبه. احنا اليوم من نجي نحكي ومحروق قلوبتنا وراقب اطفالكم وراقب البنات، احنا ما نشخص الكل، عندنا عوائل على عين وراسي، وعندنا ناس على عين وراسي مثقفه ومراقبه اطفالها ومخليه اطفالها على عين وراسي. بس المشكله عندنا عوائل اليوم تديح اطفالها بالشارع، تديح ولدها بالشارع. لان والله العظيم اعرف عائله اني والله العظيم خليها ولدها بالشارع بالكت الله يعطيكم واحد على مود ياخذون فصل. الله شاهد علي، الله شاهد علي، الله شاهد علي. تخلي ولدها بالشارع ودايحه بالشوارع ولدها وتغلط وتبوق، بس خلي واحد يضربه، خلي واحد يغلط عليه سوها قوامات وعشاير والا تمشي والا تفصل. مع الاسف اليوم عندنا هيج ناس. احنا من نحكي اهم شيء المراقبه، لان هذا الطفل مستقبل العراق، هذا الطفل مستقبل المنطقه اللي بيها. يعني هسه هذا الطفل اذا هسه انحرف ومن راح يكبر ما يلقى مراقبه وما متربي صح، راح يظل يطفر على الجوارين، راح يظل يتحرش بنات العالم، راح يظل يشرب، راح يظل كل شيء يسوي، والله العظيم حتى يصير بمرحله القتل. احنا هذا نسولف به ورد التوعيه، التوعيه كلها شنو؟ على مود اطفالنا تطلع كل جميله، وحث الطفل على الدراسه، على التعليم، الموبايل. مو هسه ما شاء الله عندنا اطفال بعمر الورود عنده تيك توك
ويتمرقص، واللي صور اخته ينشرها بدون ما يدري، واللي صور امه بدون ما تدري. والله العظيم يعني اتوقع يوم من الايام طفلة عندها موبايل وناشره امها، ناشرة أمها يعني أمها ناشرتها بصورة لا أخلاقية، عيب. إحنا مفروض نراقب أطفالنا. أنا بنجيب له موبايل، أجيب له موبايل، أفتح له يوتيوب فقط، ليش أحط له فيسبوك، أحط له مازنجر، أحط له ما كهيج ما الطفل أنت من زغرة حرفة، مستقبلا إيش راح يطلع هذا؟ في يطلع شيخ جامع، راح ينحرف. إحنا هاي تعبانين ونحكي ومحتر قلوبتنا على شنو؟ غير مصلحة وغير مصلحة الجميع هاي، وغير هذا الطفل مثل ما هو ابنك، هو أخوي، أخوي بالبلد عراقي، أنا من نحجح المصلحته. أتمنى هاي الشغلة تنقرض، وأتمنى من كل يوتيوبر العراقية يحثون على هذا الموضوع. الجداوة صار مو طبيعية، عندنا شباب وبنات والله العظيم الجدي، الجدي الشعبية والجدي الشدات، هي لعبة ترى، هي لعبة أوكي، لعبة انزل بيها وتونس ترى والله العظيم. وبالنسبة عيب، عيب الجدي، تقدر تجيب من بذراعك، تقدر تجمعهن ألف ألف وتشتري أنت بيدك، ليش تروح الجدي من فلان وعلان؟ هو يعني تلقى شاب ويجدي باللعبة وتقول له ها انت جدي، انا جدي هيك من عندك، ويسوي قامات وعشائر. واحنا من نقول بنات هم عندنا هاي السالفه لا اخلاقيه، انا ما اشمل الكل، انا اشخص على الحاله تجيني، ومن خلال هاي الحاله اشخص على البنات اللي ما مراقبه واللي ما مراقبه. احنا هذا هدفنا، وهاي الرساله، هاي الرساله. اتمنى من كل الاهل، اذا شفتوا هذا الفيديو من الايام، اتمنى المراقبه، والله العظيم المراقبه كل جميله، المراقبه مالت الاطفال وتربي ابنك والله العظيم شرف، شرف. ومن تدعمني انت شغله ثانيه، من تدعمني بلايك او تخلي لي تعليق او شارك الفيديو على مود غيرك يشوفه ويستفاد ويراقب اطفاله لا اكثر ولا اقل. شكرا لاهتمامكم، شكرا لدعمكم، شكرا لوقتكم وياي. اريد هذا الفيديو يوصل كل بيت عراقي، اتمنى المراقبه. أحبكم هواية، خلوا لي لايك واشتركوا بالقناة، فعل الجرس، أحبكم، في أمان الله.